فعلا استطاع انه يسجل هدفين. نادي الكويت ثلاث فرص ضاعوا على نادي الجهرة. شادي الهمامي الان، وهذا هو المطلوب وهذا هو المهم. هنا في صافرة مع ركلة جزاء، ركلة جزاء لنادي الكويت. 42 من الشوط الاول شايف، وحكم مباراة ايضا مع اللعبة، وايضا نظرته للعبة هو واضح ان التعثر. ونينو البرازيلي صافرة وركلة جزاء، والتونسي شادي الهمامي متخصص الهمامي، جول. هدف ثالث بعد دقيقة من الهدف الثاني، هدف ثالث شادي الهمامي من ركلة جزاء، من ركلة جزاء. إذن المتخصص شادي الهمامي، والكويت للهدف الثالث. كل أريحية كل ثقة شادي الهمامي بخبرته يضعها على يسار بندر سليمان. بندر